مدام سيسي معانا مكالمة، أعتقد أنت تحبي أنك تسمعي معانا مين؟ وفنانة ومخرجة رائعة وليها إبداعاتها وليها أعمالها الجميلة، مدام رباب حسين. يا ألو حبيبي تاتي. أهلا 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 بحضرتك مدام رباب. حبيبتي الحمد لله الحمد لله. الله يخليكي، متابعين أعمالك الرائعة الجميلة وبصماتك على المسلسلات في رمضان، وإن شاء الله دايما كده على طول. ميرسي يا روحي، تسمحي لي أولا إن أنا أحييكي. الله يخليكي. على حسن استقبالك لضيوفك واحترامك ليهم واحترامك لنفسك. ربنا يخليك يا مدام رباب. ده حقيقي. ربنا يخليك، ده من ذوقك الحلو اللي تعودنا عليه منك دايما. دي حقيقة والله. مدام زيزي البدراوي نجمتنا الرائعة الجميلة معانا، ونحب نسمع بقى. يا حبيبتي يا مدام رباب. يا حبيبتي. الحمد لله. زيزي جولييت الستينات والسبعينات. الله عليك يخليك. صحيح بنعومتها ورقتها. مش ممكن حد كان يتصور اوفيليا في هاملت حد يعمله غير زيزي البدراوي. ده فعلا ده حقيقي. وبعدين بقى المفاجأة الجميلة اللي عملتها لنا انها جولييت الامومة المتنوعة كمان. الله عليك. ده حقيقي. الام الشيك متوسطة الحال البسيطة. ناهيكي بقى عن التزامها وجمالها في الاستوديو وحفظها ومواعيدها الجميلة. يعني زيزي دي شخصية جميلة. اما بقى لو هكلمك عن زيزي الانسانة فهقول لك انا دايما اتخانق معاها. ليه؟ اقول لها حبي زيزي شوية. بتحب الناس كلهم اكتر من زيزي. ياه معطاءة. معطاءة. بتحب اخواتها واهلها وصحابها وكل اللي حواليها. ساعات اقول لها زيزي فكري في بكرة. فليها رد جميل جدا ردته عليا وقالت لي ايه؟ اللي بيدي ما يخافش، لان ربنا عمره ما هينساه ولا يتخلى عنه. الله، ايه الكلام الحلو ده. ايه ربنا يخليك يا مدام رباب. لا والله دي حقيقي يا زيزي. يا ماما اوفا. يا ماما اوفا. يا حبيبتي. مدام رباب لو طلبت منك تساليها سؤال، تساليها تقولي لها ايه؟ هقول لها في المرحله اللي انت فيها دلوقتي يا زيزي، ايه الدور اللي انت تتمنيه ويعني انت حاسه ان انت ممكن تعمليه حلو قوي؟ انا يمكن اتكلمت معاكي شويه مدام رباب على ان انا عايزه اغير شويه، وعايزه ابقى اعمل دور شريره. أيوه. فيلن يعني. أيوه. اعمل الشر يعني. أيوه. أيوه. فيمكن دي من الحاجات اللي نفسي فيها ومش هعرف اعملها الا معاكي. بتحجز. لا مش بحجز. لا انا هقول حاجه على مدام رباب. نعم. اكتر مخرجه تقدر تطلع من الفنانه اللي هي عايزاه. اولا رقيقه جدا في البلاتو، حساسه جدا، تحس بالانسان. تعرف انت متضايقه، تاخدك بهدوء. اديتي المشهد مش باحساس جميل، بتقوله لك ببساطه. يعني فيها عطاء. يعني بتدي للواحد احساس وهو شغال ان هو سايب ايديه ومرتاح في ايدي امينه. ودي احلى حاجه تخلي والرقه اللي في الدنيا في مدام رباب. يعني طبعا الرقه والدقه كمان، مشهوره بالدقه يعني. ده انا فاكره في يا ورد مين يشتريك يا مدام رباب. ايوه. كنت عامله، جت قالت لي هتعرفي تعملي بلدي يا زيزي وكده، قلت لها معلمه بقى وعندي. فابتدينا الاول الديكور البلاتو مع بناتي. ففي الامومه. نعم. بعد شهر او شهرين بنصور في القهوه بقى في الشارع، فلازم الاداء يبقى مختلف. في حته المعلمه يعني. الصوت الجامد وكده. فلقيتني بقول لبنتي انت مسافره اسيوط؟ قالت لا دي بقى زيزي البدراوي. فمنساش رجعتني تاني قالت لا افتكري كذا وكذا وكذا وكذا. فدي ميزه مدام رباب. ومدام رباب احنا عايزين نعرف بقى اخر اخبارك، يعني ننتهز الفرصه وناخد اي يعني خبر حصري في الاي ار تي دلوقتي. ايوه حبيبتي، انا بحضر مسلسل اسمه حق مشروع. وانا معاها. مدام زيزي معاكي. طبعا تاليف الاستاذ صفاء عامر. محمد صفاء عامر. أيوة. جميل. رائع. ومين تاني ابطال برضه نسمع؟ عبلة كامل وحسين فهمي.
الله الله، ده الاول مره مع بعض بقى ان شاء الله يكون لنا سبق بقى في هذا العرض الحصري في رمضان ان شاء الله. يا ريت، انا يسعدني والله يا رب يا رب قوي قوي. مدام رباب شرفتينا واسعدتينا بمكالمتك ومداخلتك الجميله اللي يعني مش عايزه اقول لك قد ايه انت وحشانه، وكتير من الجمهور يسمع صوتك اللي يمكن ما بيسمعهوش لانك دايما ورا الكاميرات. بس شوف صوتها رقيق زي ما هي رقيق. والله العظيم انا بشكرك جدا يا زيزي، بشكرك انا اللي بشكرك يا مدام صفاء، وحشينا قوي قوي. ميرسي جدا، احنا سعداء بيكي ودايما نحب نشوف اعمالك في نجاح على طول مستمر يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. ست جميله جميله جميله، ست رائعه، وتحبي تشتغلي معاها. رائعه. يعني انا يمكن ما اشتغلتش مع مدام رباب كتير، يعني اشتغلت اول مره رد قلبي بس كانت هي مساعده للاستاذ احمد توفيق، الاستاذ العظيم المخرج الرائع. وبعدين اشتغلت يا ورد من يشتريك، واشتغلت حضره المتهم ابي. لكن في صداقه، في حب، وبعدين ست من الناحيه الانسانيه. يعني لما بمر بظروف نفسيا تعبانه او عندي مشاكل في حياتي او كده، ما تسيبنيش لحظه. يا سلام. يعني تليفون، على طول تكلمني، تسال عليا، تطمن عليا. فانسانه جميله كمان. طبعا.